حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأهلا بكم في صحبتنا لاستكمال ما بدأنا في حلقتنا السابقة حول بدايات الدراما التلفزيونية البحرينية ومسيرتها. طبعا لازلنا احنا في بداية خطواتنا الأولى، وأول عملين تم إنتاجهم في تلفزيون البحرين. كنا قد طبعا استعرضنا في الحلقة السابقة مسلسل قطار عام 2000، وأشرنا إلى العمل الثاني وهو مسلسل مهنة المتاعب طبعا، وهما كما أسلفنا من إنتاج أردني وإخراج لبناني. متى بدأت الدراما البحرينية؟ الدراما البحرينية بدأت من زمان، بس ما عارف التاريخ كم. هي بدأت في حقبة السبعينات، بس استمدت شهرتها فترة التسعينات. في السبعينات. للحين ما اطلعت على هالأمور هذه، متى بدأت ومتى اشتهرت في الدراما؟ السبعينات تقدر تقول. ثاني عمل درامي بحريني. يمكن بديت في عمل أم هلال، أول عمل أنا شفته. ثلاثية العيون، شو اسمه العين، بعد يجي أم هلال. بالترتيب ما عندي والله. احنا لحقنا على البيت العود، فرجان الأول، هذه التسعينات أنا يعني. أي وضعي. أما الباقي لا، اللي طاف ما صراحة كلش ما أعرف عنه شيء. أعتقد سعد جزاف ومحمد جزاف قدموا تجربة في التلفزيون البحرين، لا أعلم اسمها، لكن ايضا كانت تجربه جديده كوميديه خفيفه شيء، كانوا يعرضونها بعد صلاه المغرب في شهر رمضان في السبعينات. نستكمل في هذه الحلقه الحديث عن المسلسل الثاني، وقصته تدور حول مهنه الصحافه او مهنه المتاعب كما يطلق عليها، حيث يتعرض احد الصحفيين وهو بطل العمل الى جمله من متاعب الصحافه اللي تقوده في حلقه من حلقات المسلسل المنفصله المتصله إلى مركز الشرطة. إن كنت فتى لا تهوى النوم ولا ترضيك الراحة، إن كنت تسمي اللعب على الألفاظ صراحة، إن كنت تحاور ثم تناور تجري للأخبار جراحة، إن كنت تغازل حين تنازل تكتب تلعب تهجم تحجم تسمع تدمع ترفع للمظلوم سلاحا وتجوب الأرض نشاطك كاف 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 هذه الحال تكون صحافي 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 في ليلة بعد السهر وبعد يومين من السفر تحت الرياح والمطر تم الخبر، أسرعت عند صاحب الجريدة فاجأته، رميت من أمامه بريدة وضعت فوق المكتب ثمار جهد. سيصل إلينا بعد أيام قليلة. وحده؟ حتى الآن نعم. إذن علينا أن نسرع. وماذا تريد أن نفعل؟ ننجز الكمية المطلوبة قبل أن يصل إلينا. وبعدها؟ وبعدها نستريح. ألا تريد أن نبدأ من جديد؟ طبعاً طبعاً، في مكان آخر. عيب عيب.
أين العيب؟ نخاف من ولد حقير كهذا. عندك فكرة أفضل؟ طبعا أفضل بكثير. هذا المسلسل وكما شاهدنا سجل حضورا لافتا للممثل البحريني من خلال إشراك الأستاذ عبد الله يوسف والفنان جاسم شريدة في أدوار ثانوية، وكانت المرة الأولى اللي تتاح فيها الفرصة لممثلين بحرينيين للمشاركة في عمل درامي تلفزيوني على قناة تلفزيون البحرين مع ممثلين عرب لهم باع طويل في هذا المجال. تفضل اجلس. شكرا. يا أستاذ رمزي. نعم. تجنبت الذهاب إلى الجريدة حتى لا يسمعنا أحد. هنا نتكلم في حرية تامة. شكرا شكرا يا رمزي. زملائي يودون أن تكتب مقالا وتحقيقا مسؤولا عن كل ما جرى. ألا يثقون؟ لا كيف لا يثقون بالشاب الذي أوكلناه المعاملة مع العدالة باسمنا جميعا، ولكنهم يودون أن يلفتوا نظرك إلى مسائل دقيقة ربما لم تنتبه إليها. نعم تفضل. ألا تذكر أسماء الكتب التي اكتشفنا أنها مزورة حفاظا على الكتاب؟ عفوا سيد جميل، لكن الناس يشترون. يجب أن يكون الكتاب منطلقا ولو تجمد إرادنا لفترة. بحكم الوعي الفكري المتقدم عند رواد الدراما البحرينية، أدركوا بأن الفرصة اللي يبحثون عنها كانت في وجدانهم وليست في البيئة المحيطة بهم، وبالتالي لم يعولوا على أي مساعدة من أحد، فالدعم المعنوي كان يأتي من دواخلهم والفرص الصغيرة كانت نابعة من ذواتهم. صحيح الفرص كانت صغيرة لكنها أدت إلى نتائج كبيرة، فالإيمان عند رواد الدراما بحقيقة أن الفرص الصغيرة تصنع مستقبل باهر كان عميق ومترجم في كل مراحل البدايات وإلى يومنا الحاضر. وتسجل أقوالها ثم تنقلها بأسلوبك الممتاز. عظيم. ومن هي الفنانة المعنية؟ أنا وشريكي فكرنا في واحدة يحبه الناس كثيرا، اسمها لؤلؤة على ما أظن. لؤلؤة. في مهنة المتاعب هذه المسلسل كان باللغة العربية الفصحى طبعا، بحكم أن الإنتاج اللبناني بذاك الفترة كان غالبا باللغة العربية الفصحى، وحضروا إلى البحرين واستعانوا ابن إحنا في الجانب الفني، لكن اقتضى الأمر أن هناك أدوار قصيرة ما جلبوا لها ممثلين من لبنان أو من مصر، يعني قطر عام 2000 فيه ممثلين من مصر أيضا كانوا والأردن ولبنان، استعانوا بممثلين من البحرين، سألوا من يمثل من كذا، احنا كنا المسرح ما أخذنا طبعا. فتم ترشيح المرحوم الله يرحمه الأخ العزيز جاسم شريدة والمرحوم محمد البسطة على ما أتذكر، وأنا كان الممثلين في مهنة المتاعب أحمد الزين ممثل كبير يعني لا زال الآن من كبار الممثلين اللبنانيين، وممثلة شهيرة كبيرة اسمها إلسي فرنيني، هم اللبنانيين يقولون فرنيني، احنا نقول فرنيني،
والمخرج أنطوان ريمي اسم علم يعني، فأعطانا فرصة للتمثيل. أنا أتذكر أسند لي دور ضابط محقق مهنة المتاعب اللي هي الصحافة، ويصير مشكلة ويتهم فيها أو يتورط فيها الصحفي اللي هو كان يمثل شخصيته الأستاذ أحمد الزين، فأنا أطلبه في مكتبي وأجري تحقيق معاه. هذا لا أتذكره من المشاهد اللي صورته، ولكن لما ما يكون عندي تصوير وبقية الربع أيضا كنا نراقب ما يدور ونتابع وعملية التمثيل وشلون الانتقال من كاميرا إلى أخرى، دخول المخرج، التقطيع. هذه كان مختبر لنا إحنا أن نكتشف، أن نتعلم بشكل متاح أمامنا الآن. وأيضا قمنا بعمل الكادرات، رسم وخط والاحتياجات، الديكور، الاكسسوارات اللي يحتاجها المشهد. فكنا ما يشبه يعني الخلية الدائمة الحركة مع الأستاذ المخرج أنطوان ريمي. إذن بات طبعاً من الواضح بالنسبة لنا أن بداية الدراما البحرينية في تلفزيون البحرين لم تكن بحرينية تماماً، ولكنها كانت لبنة أولى من لبنات الدراما البحرينية، وإشارة طبعاً الانطلاق لفناني البحرين والمهتمين بالدراما التلفزيونية لأن يشمروا عن سواعدهم ويبدأوا بمواكبة هذه الفترة، خصوصاً وأن تلفزيون دولة الكويت الشقيقة قد سبقنا بمراحل وأصبح طبعاً لديه خبرة بمجال الدراما من حيث الممثلين والمخرجين والفنيين، وأصبحنا نشاهد أعمالاً تعرض على شاشات التلفزيونات العربية. فصار لزاماً أن يكون لنا دراما محلية تحكي تفاصيل بيئتنا وقيمنا الإنسانية وخصوصية مجتمعنا البحريني، مستغلين بذلك كل الفرص المتاحة بما فيها ديكورات الأعمال الأخرى اللي تم تنفيذها في تلفزيون البحرين. يعني تخيلوا مشاهدينا حجم التضحية اللي قدمها الفنان البحريني اللي وصل إلى الحد اللي يطلب فيه استغلال ديكور عمل تلفزيوني آخر حتى ينفذ عمله، ينفذ تجربته الخاصة. يعني هي مو سهلة في عالم الفن، وهي بالتأكيد تضحية كبيرة ومقدرة لأنها ساهمت بعد ذلك في تحفيز المهتمين البحرينيين على خوض المجال الدرامي، وبالتأكيد هي اليوم تعتبر يعني من الأسس وسبب مهم ومؤثر فيما تحقق للبحرين على الصعيد الدرامي من أعمال نافست في شكلها ومحتواها الكثير من الأعمال الدرامية اللي أتتنا من دول خليجية وعربية، سبقتنا في هذا المجال طبعاً بسنين طويلة. والجوائز اللي حصدتها البحرين عبر مختلف المهرجانات الفنية هي خير دليل على ذلك، واللي بنرصدها إن شاء الله خلال الحلقات القادمة. فكان من ضمن الفرق أو المؤسسات الإنتاج الخاص مؤسسة كان الأستاذ حسين الصالح المخرج المسرحي في الأساس، والتلفزيوني حسين الصالح اسمه في منتصف الليل 13 حلقة، كان بطولة خالد النفيس الله يرحمه وجاسم النبهان المخرج الكويتي والعمل الكويتي ومطعم الفريق بمجموعة بحرينية، وأذكر منهم عبد الله وليد، أذكر بعض جاسم شديد، في بعض الإخوان يعني في المسلسل.
واشتغلوا طبعا تصوير داخلي، يعني معظم التصوير قبل كان كله داخلي في الاستوديو، يعني استوديو ثلاثة كان يعني يسع له حوالي يعني 4-5-6 لوكيشنات يسع له يعني كان بحجم يعني. وبعد ما خلصوا المسلسل بقى الديكور موجود، فاحنا من فضولنا يعني من متابعتنا وشغفنا يعني ملامسة التجربة او البدء في التجربة، طلب من وزارة الاعلام ان الديكور كان موجود خلينا نصور فيه يعني شيء محلي كتجريبي يعني. وانا كان عندي ناس اسمه بقى طرب بعد من ضمن اللي يلست يعني ايضا ورشه لي انا ككاتب او كبدايه ان صح التعبير للكتابه في التلفزيون مع الاخ يوسف السند مع الاخوان سعد وغيره، وبدايه يعني بدايه تنقص الكثير يعني من المقومات العمل الكتابه للتلفزيون. وبدأنا في تصويرها وزارة الإعلام طبعا الأستاذ طارق الله يرحمه قال اشتغلوا عليه ووفروا لنا تصوير ووفروا لنا بعض الأشياء وإنتاج يعني داخل يعني عندنا أجور ولا عندنا إحنا مجموعتنا مسرح الجزيرة ذاك الوقت مع بعض الإخوان في يعني المشتغلين معنا اشتغلنا في هذه التجربة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نكمل معاكم مشوارنا في الحديث عن الدراما البحرينية في الحلقة القادمة، كونوا في انتظارنا، في أمان الله.